اللي احنا نشرف عليها، اللي هي اول حاله اللي صادفت هي يوم 1/1/2022 عندما ارتكب احد الاشخاص بالزنا بالمحارم ب ابنة اخيه، فوقعها بعد تناول الكحول ليله راس السنه 31/12 على 1 بالشهر، فارتكب هذا الفعل بالكراه طبعا بعد ما وقع هذه المواقع الجنسيه لحد صباح ثاني يوم الباكر يوم 1/1. ايضا قامت ايضا هي بالاخبار والاستدلال على ذلك القسم، قسم حمايه الاسره، ومن ثم استحصلنا موافقه سيد قاضي التحقيق وتم اجراء القبض عليه واحالته الى المحكمه بعد اجراء الفحص الطبي عليها، اثبت الموضوع ايضا الطب العدلي، واثبتت بانه هذه المواقعه صحيحه و وجود ازاله لغشاء البكاره ايضا وعلامات الاخرى اللي هو بالفعل الجنسي اللي يتبين بالتقرير الطبي العدلي الاولي ومن ثم الطب العدلي ايضا، ومن ثم مع شهود الحادث ايضا، اذا عدم شهود الحادث ايضا السيد القاضي يعتمد على الادله الدليل المادي اللي هو التقرير الطبي، ومن ثم يحال الى المحكمه اللي هو بالسجن المؤبد. عاطفيا يمكن اجاوبك الاعدام قليل، يعني اذا اردنا نتحدث بعاطفه خلي كل الاعتبارات الاخرى على جنب. مثل هذه الحاله يعني عم يرتكب هكذا فعل؟ نعم، هناك حالات اخرى ايضا، عندنا حالات اخرى يرتكبها الاب. يعني مثل هذه الحاله، نعم. احدى الاتصالات الهاتفيه قبل حوالي شهر اتصلت بي فتاتين، واحده عن الحادثه عن الاخرى، تنوه بانها وقع عليها اعتداء جنسي قبل 34 عاما من قبل والدها، ولديها 3 أولاد منه، والأخرى بعمر 9 سنوات تعرضت للاغتصاب وبالكراه من قبل والدها، والآن يبلغ عمرها 32 عاما. عندها أطفال من؟ الأولى لديها 3 أطفال وهم كبار وبلغوا وليس. تم إثبات ذلك بالتحليلات؟ عفوا، بأنه تم اتصال بهاتفيا يعني لغرض الحضور إلى المحكمة وتقديم شكوى، لكن هناك لا تستطيع تقديم هذه الشكوى لأن لا يوجد هناك أدلة ثابتة، شهود الحادث، الدعوة مضى عليها أكثر من 32 عاما، لا يجوز الإبلاغ بقانون المحاكم الجزائية إذا يبلغ أكثر من 3 أشهر. والأطفال ممكن المعرفة الدعوة الجزائية إذا كان هنالك أطفال أصلا موجودين بتحليل دي إن أي بشكل آخر؟ نعم، هناك أدلة، ولكن نعم. اتصلنا بها عدة مرات وبلغناها بأنه بأن تحضر لغرض إقامة الشكوى، لكن نعم. هذه الضغوط المجتمعية، هذه الضغوط العشائرية، هذه الضغوط كلها لا تخلي مثل هذه الجرائم تمر. انا بس الموضوع اللي تحدثت به مال يوم 1/1/2022، ايش قد اعمارهم كان العم او البنيه المعتدى عليها؟ البنيه حدث كانت 17 سنه طبعا، وكانت هي مطلقه طبعا، فحدث خلاف بينها وبين والدها، فوالدها رفض بسبب انفصالها عن زوجها وهو من اقاربهم، فاخبرها بانه طردها خارج الدار، فهي ذهبت للعيش مع عمها. نعم. عمها كبير بالعمر؟ 17 سنة. أيضا عمها 17؟ لا عفوا، العم يبلغ أكثر من 50 سنة. نعم، كبير بالسن. استسراء، هذه كارثة هاي القصة. يعني احنا من نسمعها، يعني احنا ما أعرف، احنا الشباب من دي يشتغلون بالإعداد بهاي الحلقة، من شفنا قصة هاي البنية ظلينا ما أعرف صافنين واحد على الثاني. بس هسه من نسمع من سيادة اللواء، السبب الأساسي والأول والأخير هو يعني الكبت النفسي والكبت الجنسي بالمجتمع، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي اللي بدون رقابة، مواقع الإباحية تسبب أنه للشباب، مو بس الشباب يعني حتى كبار العمر، تسبب عندهم اضطراب أو شو نسميه، أنه شراهة جنسية اللي تخليه يتصرف تصرفات ما يميز الحلال من الحرام. أي هو يعني أكيد هذا الموضوع أنه يكون بدون وعي، لأنه ما معقول. يعني معروف على الرجل العراقي أو الرجل الشرقي بصورة عامة، معروف أنه هو معروف بالغيرة. بالغيرة من نظرة، يعني هو إذا شخص غريب نظر إلى أخته أو إلى بنته أو إلى زوجته تشوفها يتعصب وينثار بسهولة، أو إذا أحد تكلم عليها بكلام سيء يعني تشوف نفس ردة الفعل. فشنو هذا التأثير القوي اللي متعرض له هذا الشخص اللي يقدر، أو شنو هاي النفسية؟ يعني أكيد أكو فد اضطراب نفسي أو تأثير مخدرات أو مسكرات أو مثلا المواقع مأثرة عليه بصورة، إذا خاصة ترى المواقع الإباحية إدمان عليها أيضا، إدمان عليها يعني هم نوع من أنواع الإدمان، يعني خاصة للشباب والعاطلين عن العمل أو الأشخاص اللي يكونون مثلا الكبار بالسن اللي مثلا اللي ما عندهم عمل معين، يعني تشوفها أنه هاي المواقع يتابعها ويشوفها ويتواصل مثلا أوقات طويلة، هاي اعتيادية، يعني راح يطلع هو ساعات طويلة هو باله بس هاي المشاهد، ما راح يقعد، ما راح يقدر انه يفرق بين اخته
زوجته بنت اخوه، يعني راح يكون تحت ضغط، يعني ضغط كبير عصبي او حتى يتصرف هاي التصرفات، لانه ما معقوله، يعني مو من المعقول انه شخص يقدر، يعني هو اذا شخص غريب هذا الموضوع نفسيا تلقاه، موضوع الرفض او الغصب او الاكراه تلقاه نفسيا صعب شويه.